السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحل على الدرسين السادس والسابع الصف الخامس الابتدائي من كتاب الأضواء. معكم ميس أسماء عبد المجيد، ونبدأ مع بعض. أول سؤال: اكتب مسألة الجمع التي تعبر عن النماذج المعطى. طبعا هو ملون لي المربعات عندي بلونين، باخد لون للجمع واللون التاني بزود، ده عدد وده عدد. تعالى ناخد أول رسمة معانا رقم واحد، بنعد. طبعا انا مش هعد بالمربع، يعني مش هقول واحد اتنين، لا ده انا عارفه ان العمود ده كده ب10، بقول ايه دول كده 10 20 30، ودول كده 34. لكن 34 جزءا من 100، لان ده المربعات دي كلها 100. تمام، بناخد العدد التاني، ادي 10 20 30، وهنا طبعا 36، يبقى 36 جزءا من 100. اول حاجه ببص عليها العلامات بتاعتي، هنا علامه من 100 وهنا علامه من 100، بجمع الرقمين مع بعض. هجمع الاربعة والستة هيديني 10، صفر، ومعنا الواحد، واحد على التلاتة اربعة، اربعة وتلاتة سبعة، يبقى العدد ايه 70 جزءا من 100. انساش العلامة والصفر. هناخد العدد اللي بعده، ادي 10 20 30 40، ادي 50 60 70، 70 و3 73 جزءا من 100، 73 جزءا من 100. بنعد التاني، ادي 10، وهنا طبعا دول 7، يبقى دول كده 17، 17 جزءا من 100. وبجمع بقى 3 و7 10، صفر، ومعانا الواحد، واحد على الواحد 2، 2 و7 يديني 9، يبقى 90، والعلامة العشرية والصفر عشان ده كلها اجزاء من 100. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال رقم 3، هنا هنعد ده كده المربعة دي ناقصها واحدة بس، هي اصلا 100، لما يكون ناقصها واحدة بس يبقى هي 99 جزءا من 100، وده كده واحد، يبقى ده واحد جزءا من 100، ده كده. طيب والمربعة الكاملة التانية، لا احنا هنعد بقى الاصفر ده، ادي واحد وده كده 10 ودول 3، يبقى دول كده كام؟ 14 جزءا من 100، العلامة والصفر. وبجمع 9 و4 13، ومعانا الواحد على 9 10، 10 و1 11، واحد ومعانا الواحد، جت العلامة نزلها، والواحد والصفر هو نفسه الواحد. نشوف السؤال رقم 4، ادي عندي هنا اللي متلون بالزرر باللون الاصفر 4 اجزاء من 100، ادي 4 من 100، طبعا هنا احط صفر لان خانة الجزء من 10 مش موجود، هي 4 جزءا من 100، تمام، مش 4 من 10. وهجمع عليها، ادي 10 20 30، ودول كده 6، يبقى 36 جزءا من 100. هجمع الاربعة مع الستة 10، صفر، ومعانا الواحد، واحد وتلاتة اربعة، اربعة وصفر هي الاربعة، جت العلامة العشرية والصفر، بحط العلامة العشرية بتاعتي والصفر. وندخل على سؤال رقم 5، هنا هنعد الاصفر، ادي 1 2 3 4 5 6، دول كده 6 اجزاء من 100، دول كده في سؤال 5 دول 6 من 100، اكتب 6 صفر علامة عشرية صفر، لان ده 6 من 100. بعد الاحمر دول كده 10، من غير ما نعد طول او عرض بيكونوا 10، 10 اجزاء من 100. وبجمع 6 و0 هي نفسها 6، 1 و0 هو الواحد، جت العلامة العشرية والصفر، يبقى 16 جزء من 100. وندخل على سؤال رقم 2، هنا بيقول لي اوجد ناتج تضييع الجمع باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها. طبعا الاستراتيجية ممكن تقرب لاقرب وحدة، اقرب جزء من 10، اقرب جزء من 100، اقرب جزء من 1000، العدد اللي انت عايز تقرب له مفيش فيه اي مشكلة. التقدير بتقدر التقديرات براحتك اللي انت عايزها، الاسهل لك حل بقى. يعني ممكن نقرب لاقرب وحدة مثلا، او نقرب لاقرب جزء من 10. لو هنقرب لاقرب جزء من 10، ادي الجزء من 10، 9 بتزود الخمسة، تبقى الخمسة 6 من 10، اهي ده كده تقريب، تمام، ده كده 6. طيب الجزء من 10 ادي الواحد زي ما هي اهي، والعلامة العشرة، الجزء من 10 اللي هي 8، 3 تزودها، لا تفضل 8 زي ما هي. يبقى عندنا ده اول حاجة، قربنا لاقرب جزء من 10. هنغير بقى، 6 و8 هيديني 14، 4 ومعانا الواحد، العلامة جت نزلها، 1 و1 هيديني 2، يبقى 2 و4 من 10. وتعالى نشوف العدد اللي بعده، هنا ممكن نقرب لاقرب ايه عدد صحيح، ممكن اقرب لاقرب عدد صحيح اللي هو الخمسة تزود التلاتة، العدد صحيح التلاتة، تبقى التلاتة دي 4، التمانية الواحد يزودها، لا تفضل التمانية زمانية، 8 و4 يديني 12، تمام. ممكن برضو تقربها لأقرب جزء من 10، بس احنا بننوع عشان تاخد كل الايه التقديرات الجمع. عندي هنا ممكن مثلا نقرب لأقرب جزء من 100، الجزء من 100 ده جزء من 10، بس هنا طبعا بلاش جزء من 100، خليها لما يكون عندي أجزاء من 1000 تبقى أسهل لك. تعالى برضو نقربها لأقرب عدد صحيح، لأقرب وحدة، التسعة بتزود، تبقى التسعة دي 10، الخمسة بتزود تبقى الاربعة دي 5، 10 و5 15، تمام. وتعالى نشوف السؤال رقم 4،
سؤال رقم 4، ممكن نقرب لأقرب جزء من ماء، فين الجزء من ماء؟ أدي التلاتة والعلامة العشرية، ده جزء من 10، ده جزء من الواحد يزود الخمسة، لأ تفضل زي ما هي، أدي الأربعة وأدي الخمسة. هنا الجزء من ماء اللي هو التسعة، الواحد يزودها، لأ تفضل برضو زي ما هي، بشيل العدد وبكتب الرقم زي ما هو، تسعة وخمسة يديني 14، ومعنى الواحد على الأربعة تبقى خمسة، جت العلامة نزلها، تمانية وتلاتة يديني 11، يبقى 11 و54 جزءا من ماء. تمام، ممكن تغير لحاجة تانية مفيش مشكلة، ممكن تقرب لأقرب رقم تاني مش لازم ده. خلاص تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا تعال نقرب لأقرب ايه؟ لأقرب جزء من 10، خليها 3 من 10، أقرب جزء من 10 ادي 3 من 10، جزء من 10 3 ما تزودش، الجزء من 10 هنا اللي هو 7، الخمسة تزود تبقى 8 من 10. تعال نجمع 8 و3 11، واحد ومعنا الواحد، واحد على الصفر هو نفس الواحد، يبقى واحد واحد من 10. وتعالى نشوف السؤال رقم 6، بسم الله، تعالى نقرب لأقرب عدد صحيح، التسعة تزود الأربعة تبقى 5، هنا خليها 5، 5 و5 يدينا 10، أسهل التقريب لأقرب عدد صحيح، أسهل شوية. خلاص تعالى نشوف السؤال اللي بعده، أوجد ناتج الجمع. هنا هنجمع باستخدام الخوارزمية المعيارية، يعني مش هنقرب ولا هنعمل حاجة، احنا نجمع جمع عادي. تعال ناخد اول رقم، 5 و3 هيديني 8، 1 و0 هو الواحد، جت العلامة نزلها، 0 و0 طبعا زي ما هو. هنا طبعا هنحط هنا 0، ليه؟ علشان انا عندي ده علامة بعد 3 ارقام، لكن هنا علامة بعد رقمين، 3 و0 3، 2 و6 هيديك 8، 1 و5 هيديك 6، العلامة العشرية والصفر. هنا هنحط برضو 0 علشان نساوي العلامات، 0 و3 هي التلاتة، 3 و5 يديني 8، علامة عشرية وصفر. هنا 6 و3 يديني 9، علامة عشرية، 1 و2 هيديني 3، 2 و4 6، 6 و3 9، جت العلامة عشرية، 3 و4 يديني 7. هنا نحط 0 عشان العلامات، 5 و0 هي الخمسة، 2 و7 يديني 9، العلامة العشرية، 1 و9 10. هنا نحط 0 علشان العلامات، هنا 3 و0 هي التلاتة، 0 و1 1، 0 و0 0، جت العلامة نزلها، 4 و2 6، 1 و مفيش هي الواحد. علامات متساوية، اجمع على طول، 3 و5 8، 7 زي ما هي، علامة العشرية، 9 و3 هيديني 12. وندخل على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 9. سؤال رقم 9، برضو هنساوي العلامات، هنحط 0، 0 و2 هي الاثنين، 8 و1 9، 6 و3 9، جت العلامة نزلها، 2 و3 5. هنا برضو العلامات متساوية بعد رقمين وبعد رقمين، 9 و3 هيديني 12، 2 ومعاك الواحد، 1 و9 10، 0 ومعاك الواحد، 1 على 7 8، 8 و8 16، ومعانا الواحد، 1 و1 2، 1 و5 يديني 6، 7 و8 15، 5 ومعانا الواحد، 1 على 4 5، 5 و2 هيديني 7، 4 و1 5. السؤال اللي بعده سؤال رقم 12، 7 و2 هيديني 9، 8 و6 هيدينا 14، 4 ومعانا الواحد، 1 و1 2 و1 3، 6 و5 11، ومعانا الواحد على 4 5، 5 و2 هيديني 7. ونشوف السؤال اللي بعده، انا بيقول اجمع بالاستراتيجية التي تفضلها. طبعا احنا هنستخدم المعيارية، خلينا هنا علامة بعد 3 ارقام، وهنا علامة بعد رقم، هنحط 0 علشان نساوي العلامات، كده علامة بعد 3 وكده علامة بعد 3، 0 و4 هي الاربعة، 0 و0 هو الصفر، 0 و5 هيديني 5، جت العلامة نزلها، 2 و3 5. هنا هنزود برضو 0 عشان نساوي باقي العلامات، 0 و5 5، 4 و2 6، 5 و0 5، جت العلامة نزلها، 6 و2 هيديني 8. هنا 34 ده عدد صحيح، هيفضل زي ما هو 34، وحط العلامة العشرية والصفرين والتلاتة، ليه؟ لان دخلت الاجزاء هكتبها بعدها، مكان الصفر مكان الاربعة وتلاتين. هنا 1 مع الواحد، الواحد واحد ده الاتنين، وهكمل العدد زي ما هو، ليه؟ علشان انا لو سويت العلامات هحط هنا علامة وصفرين. تعال نجمع ده، العدد برضو مش كامل، هزود 0، 0 و2 هي الاتنين، 3 و5 يديني 8، 8 و2 هيدينا 10، 0 ومعانا الواحد، 1 على 6 7. شوف السؤال اللي بعده، هنا علامات متساوية نجمع على طول، 9 و5 14، 4 ومعانا الواحد، 1 على 4 5، 5 و6 11، 1 ومعانا الواحد، على 3 4، 4 و1 5، علامة عشرية وصفر. علامات مش متساوية نحط 0، 0 و4 هي الأربعة، 9 و3 12، 2 ومعانا الواحد، على الواحد 2، 2 و6 هيديني 8، جت العلامة نزلها، 9 و3 12،
ومعنا الواحد على الواحد اتنين. ونشوف السؤال اللي بعده، هنا برضو العلامات مش متساوية، نحط صفر، صفر واتنين هي الاتنين، اتنين وواحد تلاتة، تلاتة وواحد اربعة، جت العلامة العشرية، صفر واتنين هي الاتنين. هنا العلامات متساوية بعد رقم وبعد رقم، تسعة واحد عشرة، صفر ومعانا الواحد، واحد على التسعة عشرة، صفر ومعانا الواحد، واحد على التسعة عشرة. والسؤال اللي بعده، قدر مجموع كل من ما يأتي مستخدما التقريب لأقرب جزء من عشرة، ثم أوجد ناتج الجمع الفعلي باستخدام النماذج. تعالوا نشوف السؤال الأول، هنا هنجمع، هنا الناتج الفعلي هحط صفر عشان أساوي العلامات، صفر واتنين هيديني اتنين، ده الناتج الفعلي تحت اهو، اتنين وسبعة يديني تسعة، جت العلامة نزلها وادي الصفر، اتنين وتسعين. طبعا علشان تظلل هتظلل سبع أجزاء من سبعين جزء من مئة، يعني سبع عمدان، ادي كده عمود وادي عمود وادي عمود، ادي كده اربعة كده، اربعين، خمسين، ستين، كده سبعين، دول كده سبعين. هنجمع لهم اتنين وعشرين، اتنين وعشرين ناخد لون تاني، خلينا بقى في اللون الاسمر، هناخد اتنين وعشرين، ادي واحد، ده كده عشرة، ده كده عشرة، ده كده عشرين، وهناخد اتنين، اتنين وعشرين. تمام. ونشوف السؤال اللي بعده، هنجمع هنا مخدناش ناتج التقدير، تعالى ناخد ناتج التقدير، هنجمع اقرب جزء من عشرة، ناخد سبعة من عشرة زائد اتنين من عشرة، سبعة واتنين من عشرة يديني تسعة من عشرة، قربنا اقرب جزء من عشرة. طبعا ممكن تقرب الاقرب عدد تاني، مفيش مشكلة، ما هياش غلط ان انت تغير التقدير، مش غلط تغير التقدير، ممكن انت تقرب لحاجة تاني. تمام. هنا العلامات متساوية، تعالى نجمع، تلاتة وتلاتة ستة، اتنين وواحد تلاتة، جت العلامة نزلها والصفر، ده الفعلي. ناتج التقدير بقى ممكن نقرب الاقرب جزء من عشرة، لا ده هو عايز اقرب جزء من عشرة، طب كويس ان احنا قربنا اقرب جزء من عشرة، بسم الله. جزء من عشرة اللي هو الواحد هيبقى واحد من عشرة زي ما هو، زائد اتنين من عشرة زي ما هي، لان التلاتة ما بتزودش، واحد واتنين تلاتة من عشرة، ده ناتج التقدير. تعالى بقى نرسم، تلاتاشر ادي كده عشرة وتلاتة، دول كده تلاتاشر، ناخد اللون التاني وناخد تلاتة وعشرين، تلاتة وعشرين ادي كده عشرة، هناخد تلاتة هنا، ادي واحد اتنين تلاتة، وهناخد عشرة وخلاص. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده، علامات متساوية، نجمع على طول، خمسة وخمسة عشرة، صفر ومعانا الواحد، واحد على الصفر هو الواحد، جت العلامة ننزلها، احنا كتبناها في التقدير، لا نمسحها نكتبها تحت، عشرة جزءا من ما، عشرة جزء من ما. تعالى بقى في التقدير، ممكن نقرب الأقرب جزء من عشرة، هتبقى واحد من عشرة زائد واحد من عشرة، هيديني اتنين من عشرة. تعالى نظلل خمس أجزاء من مئة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي خمسة، ناخد اللون التاني كمان خمسة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده سؤال اربعة، هنا علامة بعد رقمين وهنا علامة بعد رقمين، تسعة واتنين، تسعة واتنين حداشر، ومعنا الواحد على التسعة عشر، عشرة وتمانية تمنتاشر، تمانية ومعنا الواحد، واحد على الصفر هو الواحد. هنا التقدير جزء من عشرة اللي هو التسعة، الاتنين تديله، لا تفضل تسعة من عشرة، وهنا تبقى تسعة من عشرة، هنا دي تسعة من عشرة زائد تسعة من عشرة. تمام. تسعة وتسعة تمنتاشر، ومعنا الواحد، جت العلامة نزلها، واحد على الصفر هو الواحد. عايزين نظلل اتنين وتسعين، ده كده مية، هنسيب منهم تمانية، دي كده لحد هنا، كده تمانية لحد هنا، وده كده بقى متظلل، ده كده متظلل، دول تمانية، لا لو قلنا غلط، ناخد اتنين وتسعين، دول كده اتنين وتسعين اهو، ده كده كله، دول اتنين وتسعين، وهناخد تسعة وتمانين، ادي كده عشرة، عشرين، تلاتين، اربعين، خمسين، ستين، سبعين، تمانين، ادي التمانين،
وهناخد 89. طبعا ده باللون التاني بقى، ده الجزء التاني بس طبعا منهم مش في رسمة واحدة، مش ضروري نظلهم. خلاص ناخد السؤال اللي بعده. علامات متساوية، تعالى نجمع 4 و5 2 9، 8 و4 12، ومعنا الواحد، 1 على 0 هو الواحد. التقدير جزء من 10، 5 تزود تبقى دي 5 من 10، زائد 4 مش هتزود تبقى 8 من 10، 5 و8 13، 3 ومعانا الواحد، 1 على 0 هو الواحد. 45 دول كده 100، ادي كده 10، 20 30 40، وهناخد ادي 1 2 3 4 5، ده كده 5، ده كده بلون دول كده 45، ادي 10 20 30 40، تمام دول كده 45. هنظلل عليهم اللون التاني، ناخد اللون ده بس يلا، اللي هو 84، ادي 1 2 3 4، وهناخد 80، ادي 10 20 30 40 50 60 70 80. ونشوف الرسمة التانية. جزء من 10، 9 تبقى 10، 0 معانا الواحد على الواحد، زائد 1 و0 هو الواحد. جزء من 10 اللي هو 4، الاتنين ما تزودوش تفضل 2، 2 و0 هي الاتنين، جت العلامة نزلها، 1 و0 هو الواحد. هنرسم ادي 90، هترسم كل الرسمة 97، هتسيب منها 3 بس وتاخد الرسمة كلها. ادي كده 97. ناخد اللون التاني ونرسم الايه، الـ42، ادي 1 2، وادي 10 20 30 40، ده كده الرسم بتاعتنا. ناتج الجمع بقى 2 و7 9، 4 و9 13، ومعانا الواحد على الصفر هو الواحد. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا هنرتب العدد، حط العلامة تحت العلامة الاول، ادي كده اول عدد العلامة، ده 9 في خانة الاحاد، وده 2 جزء من 10، وده 4، هنا ده 6 احاد، ده 3، ده 5، جمع هنا 3 4 و5 يديني 9، 2 و3 5، جت العلامة نزلها، 9 و6 15، ده الناتج الفعلي اللي هو 15 علامة 5 9، 15 و59 جزء من ماء. التقدير بقى ممكن نقدر لأقرب وحدة، الاتنين ما تزودش تفضل 9، زائد 3 ما تزودش تفضل 6، 6 و9 15، ده نتيجة التقدير. تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا ادي العلامة، ادي 5 احاد وواحد جزء من 10 و3، ادي العلامة وصفر، وادي 22، نجمع 2 و3 5، 1 و2 3، العلامة نزلها، ادي 5، الناتج الفعلي 5 35. ناتج التقدير بقى تعال نقدر لأقرب جزء من 10، هتبقى 5 علامة جزء من 10، 3 ما تزودش، زائد الجزء من 10 عندنا اللي هو الاتنين، الاتنين التانية ما تزودش، 2 و1 هيديني 3، العلامة جت نزلها و5. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا هنزل العلامة العشرية هيت، وهنا 50 احاد وعشرات، وهنا جزء من 10 8، وهنا 1، العلامة العشرية ادي الصفر وادي الواحد، نجمع 1 1 2 8 1 9، جت العلامة 0 5، يبقى 50 و92 جزءا من ماء. التقدير بقى هنا 8، تعالى نقرب لأقرب عدد صحيح، 8 تزود الـ50 تبقى 51، زائد الواحد ما يزودش يبقى 0 و1 من 10، يبقى 51 و1 من 10. السؤال اللي بعده، خلي العلامة هي ادي 4 احاد، 5 جزء من 10، 4 جزء من ماء، علامة العشرية 0 احاد 1 عشرات، 4 جزء من 10، 1 جزء من ماء، جمع 5 9 علامة 4 1، ناتج الفعلي 14 و95. ناتج التقدير خليه اقرب عدد صحيح، 5 تدي للـ4، قصدي تبقى 5 زائد الـ4 ما تديش تبقى 10، يبقى الناتج 15. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، اختر الاجابة الصحيحة. ناتج تقدير 2 و91 جزء من 100 زائد 39 جزء من 100 باستخدام اعداد له قيمة مميزة. يعني ايه اعداد له قيمة مميزة؟ الاعداد المميزة هي اعداد عشرية او كسور عشرية له قيمة عددية مميزة، عشان يسهل جمعها او طرحها. زي ممكن نخلي العدد 0 او العدد 1 او العدد 5 من 10، يعني يا قريب للصفر يا قريب للنص يا قريب للواحد الصحيح. تعال نشوف هنا، انا عندي هنا الـ2 و91، 2 و91 احنا قريبين لمين دلوقتي؟
الاتنين وتسعة من عشرة ده قريبة للتلاتة، احنا داخلين على التلاتة عدد صحيح، يعني قريبين للواحد. قريبين للواحد يعني الاتنين دي تكون ايه؟ تلاتة. لما يكون ده 91، الواحد وتسعين ده قريب للواحد الصحيح، قريب للواحد الصحيح، يعني الاتنين دي تكون تلاتة. تمام، ادي تلاتة زائد التسعة وتلاتين. التسعة وتلاتين ده قريبة للصفر ولا للخمسة من عشرة ولا للواحد الصحيح؟ لا، قريبة للخمسة من عشرة، قريبة للخمسة من عشرة. التسعة وتلاتين قريبة للنص لكن مش قريبة للصفر، قريبة للخمسة من عشرة. ادي خمسة من عشرة، تلاتة زائد خمسة من عشرة يديني تلاتة وخمسة من عشرة. السؤال اللي بعده ناتج تقدير، هنا العدد عايز يقدره من اليسار، عايز يقدر من اليسار. يعني ايه اليسار؟ يعني باخد اخر رقم معايا والباقي بيكون اصفار. اخر رقم اللي هو السبعة، باخد السبعة اجمعها مع اخر رقم هنا اللي هو الخمستاشر. بجمع سبعة مع الخمستاشر، ادي اخر رقم، اخر رقم اللي هو الواحد هنا، الرقم اخر رقم اللي هو السبعة. يبقى معانا هنا هنجمع ادي سبعة، طبعا مفيش علامة عشرية، وخمستاشر، سبعة وخمسة اتناشر، يبقى اتنين وعشرين. يبقى معانا اختيار اتنين وعشرين. لا هنا علامة عشرية، لا يبقى دي فيها علامة عشرية، نمسح دي فيها علامة عشرية، دي خمستاشر، ده تفضل سبعة زي ما هي. تمام، معلش العلامة مش واضحة. هنا الواحد عشرة، الواحد هنا اخر رقم بحط مكانه صفار، طبعا هشيل خمسة واحط صفر، ماليش دعوة بخانة الاجزاء. يبقى عشرة وسبعة سبعتاشر، مش هنجمع الخمستاشر، لا احنا هناخد الرقم اخر رقم ونحط الباقي صفار، اخر رقم واحد، يبقى سبعتاشر. ونشوف السؤال اللي بعده ناتج التقدير باستخدام الجزء من عشرة. تعال نشوف الجزء من عشرة، ادي الجزء من عشرة الخمسة، وادي الجزء من عشرة السبعة. التمانية تديلها ايوه تبقى تسعة من عشرة، زائد سبعة تديلها تبقى تمانية من عشرة. تمانية وتسعة سبعتاشر، سبعة ومعانا الواحد، جت العلامة نزلها، احنا شايفين قوي، نوضح الخط كمان شوية، ثانية واحدة نمسح نبين الخط. اقرب جزء من عشرة، جزء من عشرة اللي هو الخمسة، التمانية تديلها تبقى التمانية لا التمانية تدي الخمسة تبقى الخمسة ستة، علامة عشرية صفر، زائد جزء من عشرة السبعة، السبعة تدل تبقى تمانية من عشرة. تمام كده عشان ايه يبان. تمانية ستة وتمانية اربعتاشر، اربعة ومعانا الواحد، جت العلامة نزلها، واحد وصفر هو الواحد، يبقى واحد واربعة من عشرة. السؤال رقم اربعة، مسألة الجمع التي تعبر عن النموذج المقابل. عندي النموذج المقابل دول كده، ادي واحد اتنين، وده كده عشرة اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر، سبعتاشر جزء من مئة، ما عنديش غير واحدة بس اصلا هي سبعتاشر جزء من مئة. طبعا دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دول خمسة ودول تلاتين، يبقى خمسة وتلاتين. يبقى الاختيار رقم اربعة. سؤال خمسة، هنا طبعا ما بجمعش، ليه؟ انا بنزل الخمسة واربعين عدد صحيح والعلامة العشرية، والصفر والاتنين والواحد، ليه؟ لان ده بحطه مكان العدد الصحيح اللي هو خمسة واربعين، واحد وعشرين جزءا من الف. ونشوف السؤال اللي اقرأ ثم اجب. تريد هند السير بدراجتها اربعين كيلومتر في اسبوع، فاذا صارت مسافة اربعة وتلاتين وتسعة وتسعين جزء من مئة كيلومتر يوم الخميس، واربعة واحد جزء من مئة كيلومتر يوم الجمعة، فقدر لمعرفة ما اذا كانت قد حققت هدفها ام لا. طبعا التقدير هناخد بالتقريب، بالتقريب يعني احنا عندنا هنا الاربعة وتلاتين ده تقريبها خمسة وتلاتين، زائد ده اربعة من عشرة زي ما هي، اربعة لا اربعة صحيح، نجمع الاربعة صحيح مع الخمسة وتلاتين، تبقى هنا عندي هي كانت ايه عايزة تريد هند بدرجتها اربعين كيلو في اسبوع، صارت منهم اربعة وتلاتين اللي هي قريبة للخمسة وتلاتين يوم الخميس، واربعة كيلو، اربعة كيلو مع الخمسة وتلاتين، هنجمع اربعة وتلاتين وخمسة وتلاتين، هيدوني تسعة وتلاتين كيلو متر طبعا بالتقريب. السؤال اللي بعده، مع طه اربعة وخمسين وعشرين جزء من مئة جنيه، ومعته خمسين خمسة وسبعين جزء من مئة، وكان يريدان شراء كمية من التفاح بثمن مئة جنيه، فقدر لمعرفة ما اذا كان المبلغ كافي ام لا. تعال نشوف، هنقدر هنا الاربعة وخمسين خليها زي ما هي اربعة وخمسين، زائد الخمسين ممكن تبقى واحد وخمسين بالتقدير، خلاص الخمسين ممكن تبقى واحد وخمسين. تعال نشوف، احنا قلنا احنا لسه، هو قال لي قدر ما اذا كانت قد حققت هدفها ام لا. حققت طبعا لم تحقق، ما وصلتش ال 40، لم تحقق. تعالوا نشوف السؤال ده، واحد واربعة خمسة، خمسة وخمسة عشر،
الناتج معانا 105. طبعا هي عايزة معاها ايه؟ تمن التفاح بتمن 100 جنيه. يبقى خلاص لديها المبلغ الكافي للشراء. خلاص يبقى لديها المبلغ الكافي. زادت كتلة قطة في الأسبوع الأول 6 من 10، في الأسبوع الثاني 31 جزء من 100. أوجد عدد الكيلو جرامات الكلية التي زادتها القطة في الأسبوعين مع مستخدم النماذج. طبعا هنا عشان نستخدم النماذج هترسم 6، الستة ديت هتبقى 60 جزء من 100، هترسم 60 وهترسم 31 عمود. خلاص تعالى نجمع بقى، 0 و1 هو الواحد، 6 و3 9 جت العلامة نزلها والصفر كيلو جرام. سؤال رقم 4، تناول أحمد في الصباح ما يعادل 8 من 10 سعر حراري، وفي المساء 63 سعر حراري جزء من 100، احسب المجموع. هنجمع هنا برضو عايز استخدم النماذج، هترسم دي طبعا 80، هترسم 80 يعني 8 عمدان، وهنا ترسم 63 وتظلله. تعالى نجمع احنا بقى بالطريقة بتاعتنا، 0 و3 هيديني 3، 8 و6 هيديني 14، 4 ومعانا الواحد، جت العلامة نزلها 1 و0 هو الواحد. طبعا ده سعر حراري. النماذج بقى ترسمها زي ما هي. سؤال رقم 5، اذا كان بامكان المزارع رفع 94 لتر من الماء في الدقيقة بانتظام باستخدام الشدو، فكم لتر يستطيع رفعه في 4 دقائق؟ عايز هنا كام لتر في 4 دقائق. ممكن ناخد الاربعة نضربها في الاربع دقايق في عدد اللترات اللي معانا ونحط العلامة العشرية. ممكن نجمعهم نضرب الرقم في 4، اسهل ممكن تكتبهم 4 مرات، لكن احنا نضرب في 4. الاربعة في 25، صفر ومعانا الاتنين، التلاتة في 4 ب12، 12 و2 14، الاربعة في 6 ب24، 1 25، 5 ومعانا الاتنين، الاربعة في 4 ب16، 16 و2 18، 8 ومعانا الواحد، الاربعة في 9 ب36، 36 و1 37. طبعا ده لتر. ونشوف السؤال اللي بعد، فكر هنا ناتج جمع، قدر ناتج الجمع مستخدما استراتيجيات مختلفة ثم حدد ايهما ادق مقارنة بناتج الفعل. طبعا لازم تجيب الناتج الفعلي عشان تشوف ان هو الادق. تعال نجمع، عندي هنا علامة بعد رقم وهنا علامة بعد رقم، 9 و2 هيديني 11، 1 ومعنا الواحد جت العلامة نزلها، 1 و7 8، 8 و1 9، 8 و4 12، 2 ومعنا الواحد، 1 على 6 و10 و6 16، 6 ومعنا الواحد، 1 و1 2. ده كده الناتج الفعلي 2629 1 من 10، ده الناتج الفعلي. ممكن ناخد رقم اليسار، ناخد رقم اليسار، الستة هنا ب600 زائد ممكن هنا الواحد هنا بخانة الالاف ب1000، ده رقم اليسار هيبقى 1600. ده كده رقم اليسار. ممكن نقرب لأقرب عدد صحيح، أقرب عدد صحيح هنا التسعة تدي تبقى هنا 6 8 8، هنا احنا قلنا نقدر الاقرب عدد صحيح، الاتنين مش هتدي تفضل زي ما هي، ادي 1 4 9 1. وهنجمع 1 و8 9، 9 و4 و8 12، 2 ومعنا الواحد 10 على 6 16، ومعنا الواحد 2. يبقى الناتج معانا 2629، وهنا 2629 1 من 10، يبقى الاقرب لاقرب عدد صحيح هو القريب للناتج الفعلي. تعال نشوف بقى وافق او لا وافق. تقول عبير، التقريب لاكبر قيمه مكانيه يعطي ناتج تقدير اكثر دقه واقرب للناتج الفعلي، هل توافقها؟ طبعا لا وافق. ليه؟ التقريب لاصغر قيمه هو اللي بيعطي ناتج تقدير اكثر دقه، مش لاكبر قيمه، اصغر قيمه. كده الحمد لله احنا خلصنا كل أسئلة الدرس. ان شاء الله الفيديو القادم هناخد اختبار نفسك حتى الدرس السابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.